اخترت مجال السينما لأنه صراحة من الفنون الجميلة التي كنت أهواها في الصغر. أيضا بدأ اهتمامي بالسينما منذ بداية 2018 2019. يعني العلاقة العاطفية بين أفراد الأسرة بعد وفاة أحد أفرادها. أعتقد أن السينما الموريتانية في أسوأ أحوالها، يعني تحتاج إلى يعني دعم حكومي، أيضا يعني دعم رجال الأعمال، تحتاج إلى الكثير صراحة.